امبارح كمان عفوا امبارح تعرض ايهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي لوعكه صحيه وتم نقله بسبب هذه الوعكه لمستشفى من المستشفيات لعمل اللازم ليه، وبيقوم الاطباء في الوقت الحالي بعمل فحص طبي لايهاب جلال بعد الاشتباه في حدوث جلطه. ونشر الحساب الرسمي لنادي الاسماعيلي عبر حسابه بيتمنى اكيد مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه المهندس نصر ابو الحسن الشفاء العاجل للكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق فريق الكوره الاول في النادي واللي تعرض لوعكه صحيه خلال الساعات الماضيه ونقل على اثرها للمستشفى. اكيد طبعا كل دعواتنا مع كابتن ايهاب جلال، بنتمنى ليه ان شاء الله الشفاء العاجل ويقوم سريعا يكون احسن من الاول.